ومنين قال رئيس المجلس الدستوري عن الصحافة تجي جيو عن الرئيس محمد بن عبد العزيز عدل تصريح كيف العدل كاملين، قال قائد الحرس أنه ما مدخل الصحابة وأن الرئيس محمد بن عبد العزيز ما بدأ يعدل تصريح وأن هذه هي التعليمات، وقضى بيد رئيس المجلس الدستوري ومشابه. وهو سمينا ذيك الليلة انقلاب على الدستور، انقلاب على المجلس الدستوري، وانقلاب على أكبر سلطة دستورية في البلاد. ليش شنو ولماذا؟ الحقيقة هي أن استخراج الرئيس محمد بن عبد العزيز لطرح ملفه كان جزء من تمثيلية، الهدف منها تلميع الإجراءات، ومتواصل أنه هو لا هي يأخذ عقاب اللي ما عالم بحد، وأنه لا يجي مدنكس، وأنه لا يجيب ملف قالوش، خاصة أنهم هم يعرفونهم ما عد ما زك ما 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 وقعوا ما صدقوا تسكيات، وما سمع اللي خلق من التسكيات والصاح من التسكيات لا يصدقون. جاء الرئيس محمد بن عبد العزيز في جمهور كبير من الناس، فاجأ الدنيا كامل وفاجئهم وخسر عليهم كامل، جاب ملف متكامل وفيه المطلوب حكما من 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 المستشارين، من المزكين وزكاة وشور الموثقين، حق ما جاب تسكية عمدة بهاش بيجي العمد وياسم المستشارين قعدت عليهم وزارة الداخلية، قعدت عليهم السلطة المتحكمة في مختلف السلطات، قعدت عليهم السلطة المتحكمة مختلف السلطات بالأوامر من جهة غير مولي بالحوافز المادية من جهة أخرى، علمتوا عن العمد عادوا عندهم راتب دائم شهري، وعلمتوا مولي بالزيادات اللي عدلت بعلاوات الولات والحكام، وهذا في حد ذاته رشوة ومخالف للقانون ومخصر العملية الانتخابية.